25 متر من مرمى من يسرى مرمى بركان تنفيذ عقادي مباشرة لكن في الدفاع خارج المرمى قد مسلك كاسر واش هذا ماشي شكلش واحد الضغط على الفريق وعلى المكسب انه يكون يعني فعال وناجح في البطوله الوطنيه ولا الفريق يعني كيحاول هذا العام غير يهرب لواحد المستوى متوسط ويرقى الى الجيد احيانا لتفادي يعني الصراع على البقاء كباقي المواسم اللي كانت كتعيش في الفريق يعني واحد المخاض كبير وكبير وكبير بزاف ربما هذا راجع الى امور سيريه او امور تقنيه او يعني متعلق يعني بمكونات الفريق اساسا. جواب باختصار يعني كلام على ان اولمبيك خويا كاع غتلعب من اجل البقاء فانا كنقول لك من هنا فمن دابا غنشوف باش نكون واضح معاك هذا كلام ديال المدرب وديالي انا كمساعد ديالو الا غادي نلعبوا باش اولمبيك خويا كاع ضمن البقاء ديالها في بريمير ديفيزيون نمشيو من دابا يعني هذا هو ماشي هذا هو الهدف اللي جينا وماشي هذا هو الاوبجيكتيف اللي ترصد يعني خدم عليه المدرب مع الناس المسؤولين يعني بغينا نكونوا فريق اللي يكون كومبيتيتيف اللي يتسلق المراتب والهاجس ديال اننا فريق ما يبقاش عندنا ما كاينش ربما قبل اليوم يعني او يوم الامس كانت الرؤيه ديال المكسب موسي فريق يعني يكون في الخريف قاو المدرب انه ما نقدروا نشوفوا ولا بخريف بطل كاس عرف اليوم فقدتوا هذه الورقه يعني واش ممكن اننا نعاودوا نتكلموا على انه واش اصبح الفريق مضغوط وملتزم انه يحقق نتائج ايجابيه في البطوله ولا ممكن نقدر حتى الورقه ديال البطوله نقدروا اننا نلقاو ضغط عارفينه حنا يعني عارفينه يعني شاك سومين عندنا امبرسيون شاك سومين يعني هذا هو البرنامج اللي عندنا كل ماتش عندنا امبرسيون وخصنا نتحداو هذيك لابرسيون ونمشيو نأديو مقابلات تكون في المستوى ونجيبوا لي ريزولتا ان شاء الله باذن الله. اوكي كوتش ميرسي. هذا هو ديال المدرب يعني كيف ما سول سي عادل سراج بدايه الموسم كنشوفوا تغيير ديال المدربين خصوصا بارك كذلك هذا من الاطر الوطنيه عندها تجربه على المستوى الدولي وكره القدم الوطني كيفاش كتشوف هذا يعني نحن في الاحتراف ونتحدث على يعني ان تكون استمراريه ديال الاداره التقنيه. يعني لوكا هو قدامنا يعني نهضه بركان يعني كاين استقرار تقني كاين استقرار في المكتب الفريق راه ادى تبارك الله في لاكاف مشاو لواحد المرتبه اللي حتى واحد ما كانش كيتصورها غاديين دابا هما في الكارت فينال دونك ايكيب اللي ولات السميه ديالها دونك بركان ما كانش واحد الوقيته راه ما كانش دونك ولات ايكيب علاش لان كانت استراتيجيه يعني ديال العمل اللي فيها الاستمراريه لا في الجانب التقني ولا في الجانب الاداري وهذا كيعطي اللي في الويل للمشككين بالنسبه للتغيير ديال المدربين في ظرف ديال ثلاث مقابلات كتبان لي ماشي معقوله بتاتا ماشي معقوله ان ما يمكنش دير تقييم لواحد المدرب في ظرف ديال ثلاث مقابلات يعني درتي ليه تقييم وقلتي انت مزيان وانت خايب امبوسيبل كان الماتش 20 دونك سالينا حتى يعني نقول 11 10 ديمي على سالينا دونك كان عندنا 2 جو 48 ساعه خصنا نديرو ماتش على الاكستيريور مع فرقه اللي سميتها روسيكا دونك كان عندنا اول حاجه لو فاكتور مونتال خصنا نرجعو اللعابه ونقول لهم بان سي فري درنا ان اكسبلوا مشينا ان كار فينال بالنسبه للفرقه اللي سميتها بركان مالغري جو دي بيان مالغري لا سي جعواني لا حنا كستاف لا المدينه لا الناس ديال الاداره كنا كنشوفوا بعيد ما كانش عندنا هذاك هو لا ليميت ديالنا مي سي سا لو فوتبول فو اكسبتي ان كار فينال بالنسبه لبركان سي ان اكسبلوا كيف قلت لكم خرجنا من هذيك المقابله ودات لنا بزاف اونيفو فيزيكمون هادي كنا عارفين انها تكون مقابله صعيبه حتينا اللعابه باش نديروا ان بون اونتاب ماتش باش كونكوا الى حسبنا في الريزلتا après on joue avec l'économie là on est pas à l'aise on n'est pas 100% on a فرق ديال روسيكا je pense qu'on a une semaine ou la plus de repos يعني نقولوا اللعابه 60 minutes 70 donc il y a plus de chi ما غيبقاوش يلقاو اللعابه لي جون ديالهم و سيرتو ان تيرا بحال هذا و سا بلو اليوم في خريبكا الحمد لله كان الامطار دونك كان ماتش لي صعيب الحمد لله ديك لا رياكسيون لا رياكسيون اللي داروا لي جوار شابو ليهم هادشي اللي قال لهم تسي جعواني دابا في السير شابو والكلمه اللي قلنا لهم فوزيت دي زوم سي با دي جوار حيت بارفوا لو فوتبول
ما كيحتاجش لي جوار يكون عندك لي ميور جوار دي موند ما ديرش ريزولتا، ولكن كان عندك دي زون دي زون سون كلشي اي مدرب سولو ولا اي مي راه لو ريزولتا ما كتجيش ان جوغ اون دو ماه اتونسيون راه الناس كتبني اون ايكيب 3 4 5 اون عام اش كيديروا ان تيتر حنايا اوني حنا اوني بريسيبيتي اي حاجه خصنا ديريكت خصنا نديرو كنديرو اون كونسونطراسيون كنجيبو واحد لونترينور كنبداو نكتبو عليه كيبداو لي ميديا كيبداو فوالا من لو بريمي جور سيتي لو تيتر من اتونس راه الكونتينياسيون اي ان فاكتور تري دو تو سكي تكنيك دونك بالنسبه لينا المقابله كانت مستوى يعني تقنيا كانت مستوى نقولوا فوق المتوسط كان لونغاجمون فيزيك سي سيغ الهفوه اللي وقعنا فيها ديال 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 الهدف كانت وهذه كنا حذر بها حذر اللعابه يعني المدرب حذر اللعابه في هذا الاتجاه يعني درنا قراءه قبليه للفريق ديال بركان ولكن حنا في الخ يعني خطا ديال 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 الماركاج اللي اون اونكيسي في الدوزيام ميتو دونك اون ايسي دو بروندر لو ماتش اون ميم دونك درنا دي زوكازيون درنا اخطاء في الدفاع هذا ما يتنكرش انما اللي كنحبدو هو اننا عندنا فريق اللي ولا كومبيتيتيف اللي ولا يعني كيقارع يعني الفرق اللي في البطوله الوطنيه يعني خرجنا من التخوف اللي كان عند اللاعبين خصوصا يعني السنوات اللي دوزوا اللي كانوا في كلاسمون اللي كان شويه معدل دونك اون ترافاي سور سا اوني ساتيسفي من 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 لو روندمون ديال لي جوار ديالنا نقدر انا ندير بالنسبه للتحكيم دونك ما يمكنش نتكلم عليه انا لان ماشي شغلي خدم كان مزيان ولا كان خايب ماشي شغلي اللي كيهمني هو ليكيب ديالي جي سوني تو ساتيسفي مي اي كومبري لونترينور من لو روندمون ديال 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 لي جوار اوني دون لا بون فوا كنحاولوا نقلبوا على اون ايكيب اللي تكون كومبيتيتيف وحنا راه غاديين في الاتجاه الصحيح ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للوسيكا لاحظنا نفس الاخطاء. واسمح لي يا الاخ الكريم. انا شنو المشكله يا شريف؟ حنا هنا كل واحد غادي نعطو وقت. انا شنو دخلتي دابا؟ ما فهمتش انا. سير اسير اسير الله يرضي عليك. الملاحظ هو ان لوسيكا يعني نفس الاخطاء في التمريرات يعني نفس الاخطاء في وسط الميدان ديما الدوزيام بال ديما عند لادفيرسير تلاحظ بان في الميليو تيران كانت البركان حاضره هذه ما تنظنش هذه لاول مره لاحظت لوسيكا لانها تتكرر هذه المسائل وما سي امين واعد بانه غادي يشتغل على هذا الجانب ولحد الان تيبان نفس الاخطاء. النقطة الثانية هو هضرتي على التحكيم وقلتي ما تهضرش عليه في الوقت لان تنشوفوا سي ان هانديكاب عامل اللي كان سلبي اولا لان تاثر على اللعاب وتاثر على المدرب بون راه داخل في لو جو داخل في لو جو ولكن بالنسبه لنا حنا ما يمكنش نقولوا هذا الحكم كان مزيان لان ماشي باختصاصنا وما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.